واضح. مسألة أخرى نحب نعقب عليها هي مسألة تحمل المسؤولية. يعني السؤال اللي يتطرح لهنا، من يتحمل هذه المسؤولية؟ عندما تخرج وزيرة المرأة وتقول نحن نندد، يا سيدتي أنت تنددين، إذن من يتحمل المسؤولية ويتخذ القرار؟ نحن الشعب نندد، الإعلام واجبه أن يندد، ولكن مؤسسات الدولة يعني واجبها أن تتخذ القرارات الحاسمة. يعني يلزمنا نشوف مراقبة شديدة للحدود متاعنا. الناس هذه قاعدة تخرج خلصة، العصابات هذه اللي التاجر يعني بالبشر كان أجدر يعني بالمؤسسات متاعنا اللي هي تتخذ قرارات أنه حماية الحرم الجامعي، حماية الجوامع، ليس فقط الاكتفاء بالتنديد، لأننا اليوم يعني أمام قضية شائكة، قضية يعني وليت تمس من سمعة تونس، يعني ومن سمعة نساء تونس، يعني وبرغم ذلك نجد فقط تنديدات.